كان يوما شخصت فيه الأبصار، يوما عظيما وقع للأرض قبل آلاف السنين. استجاب الله فيه لنداء نبيه نوح عليه السلام، ففتحت أبواب السماء وفجرت الأرض عيونا، وفار التنور والتقى الماء في طوفان عظيم، فأنجى الله نوحا وأبناءه في فلك حملهم بين أمواج كالجبال. وصار الأمر على هذا الحال إلى أن أغرق جميع الكافرين في يوم لم يجعل الله لهم فيه من قرار. وانتهى العهد الأول للبشر وبدأ الثاني والأخير. ظل الفلك محفوظا بحفظ الله وباسمه العظيم إلى أن أغلقت السماء أبوابها وأمرت الأرض فبلعت ماءها، ورسى الفلك على الجودي، واختفى أثر السفينة بعدها. فما هي قصة سفينة نوح عليه السلام؟ وأين اختفت؟ وما هو شكلها وطريقة بنائها الذي تم بوحي إلهي مباشر؟ وهناك سؤال يبحث عنه الكثيرون: أين يقع جبل الجودي الذي استقرت عليه السفينة؟ فسنرجع إلى الوراء في رحلة زمنية كانت منذ آلاف السنين إلى قصة ذكرها الله في القرآن الكريم، قصة سفينة نوح بعد الطوفان. إن نبي الله نوح نبي من أعظم أنبياء الله، فهو واحد من أولي العزم من الرسل، وقد عانى مع قومه ما لم يعانيه أحد قبله، ومعظم الناس لا يعلمون عنه إلا أمر السفينة والطوفان. وسنعرف الآن كيف حدث هذا الطوفان. فبعد وفاة نبي الله آدم عليه السلام عم الفساد والجهل في الأرض، ونسي الناس الله تعالى واتخذوا الأصنام آلهة لهم يعبدونها من دون الله، فكان لابد أن يرسل الله لهم رسولا يعيد الناس للإيمان بالله ويدعوهم لعبادته. فأرسل الله لهم نبيه نوح ليرشدهم لعبادة الله عز وجل. وقد كان نوح عليه السلام أفضل رجال قومه، فقضى نبي الله نوح 950 عاما في دعوة قومه وإنذارهم من عذاب الله. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ولكن قوم نوح كانوا أناسا جاهلين متكبرين، فما كان منهم إلا أن كذبوه وأهانوه، وكانت حجتهم أنه بشر مثلهم فكيف يكون رسولا من عند الله. ولكن نوحا عليه السلام كان صبورا عليهم، فلم يترك طريقة لدعوتهم إلا واستخدمها، ولكن بلا فائدة. فلم يؤمن معه في كل تلك السنين إلا 80 شخصا، وكانوا من ضعاف قومه وأقلهم شأنا بينهم. وعلى العكس فقد كان قومه يضعون أصابعهم في آذانهم عندما يرون نوحا يتكلم، وذلك لكي لا يسمعون كلامه، وكانوا يغطون رؤوسهم بثيابهم حتى لا يروه. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ووصل بهم الأمر والكفر إلى أن توعدوه بالرجم والقتل إن لم يتوقف عن دعوته. وبعد 950 عاما من الدعوة يئس نبي الله نوح من قومه، فأوحى الله تعالى إليه ألا يحزن، وأنه لن يؤمن معه بعد اليوم إلا من قد آمن. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ولما يئس نبي الله نوح من كفرهم وعلم أن لا خير فيهم دعا عليهم دعوة غضب، فأمره الله تعالى أن يقوم بصنع سفينة ضخمة وألا يشفع لأحد من قومه بعد ذلك. فبدأ نبي الله نوح بصنع السفينة بوحي وأمر من الله تعالى، واستغرق ذلك سنين طويلة. وسنحدثكم عن مواصفات بناء هذه السفينة
وعدد طوابقها وراكبيها بعد قليل. فكان قومه كلما مروا بجانبه استهزأوا به وسخروا منه وقالوا له: أتصنع سفينة في البر؟ كيف تجري؟ فيرد عليهم: سوف تعلمون غدا. إنما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وأوحى الله تعالى إلى نبيه نوح أنه عندما يرى فوران التنور، أي عندما يرى الأرض تفور بالماء، يأخذ المؤمنين من أهله ومن كل صنف من الحيوانات زوجين إلى السفينة. ففوران التنور هو علامة بدء الطوفان ونزول غضب الله تعالى. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وأتى اليوم الموعود ورأى نبي الله نوح العلامة التي أخبره الله تعالى عنها، فأتى بالحيوانات ومن آمن من أهله وركبوا في السفينة، وبدأ غضب الله تعالى على قومه، فبدأت السماء بإنزال المطر الشديد الذي لم تعهده الأرض من قبل ولم تمطره من بعد، فقد كانت كقرب الماء التي تنسكب على الأرض. وأمر الله تعالى الأرض فنبعت من جميع حفرها وسائر أرجائها بالماء والينابيع. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وغمر الماء الأرض بمن فيها حتى ابتلع الكافرين، وكان لنبي الله نوح ابنا قد كان مع الهالكين، فغمر الماء الجبال كلها وهلك كل من كان على الأرض بما فيهم ابن نوح وزوجته. وهنا أمر الله المطر أن يتوقف، وأمر الأرض أن تبتلع الماء، وانحصر الطوفان وزال الماء ولم يبقى على الأرض سوى المؤمنين. والآن لنا وقفة مع شكل سفينة نوح وكيف تم بناءها. كان نبي الله نوح يعيش في أرض قاحلة ليس فيها شجر، فأمره الله أن يزرع شجرة معينة لسنوات طويلة. وقيل أنه عندما أخبر الله نبيه نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، أمره الله أن يزرع الأشجار حتى يصنع منها السفينة. وقال الثوري عن السفينة أن الله أمره أن يجعل طولها 80 ذراعا وعرضها 50 ذراعا وأن يطلي ظاهرها وباطنها بالقار، وأن يجعل لها جؤجؤاً أزور يشق الماء. وقيل كان ارتفاعها 30 ذراعاً وكانت 3 طبقات كل طبقة 10 أذرع، السفلى للدواب والوسطى للناس والعليا للطيور. وكان بابها في عرضها ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. وقال الله لنبيه نوح أنه عندما يأتي أمره الذي لا يرد على القوم الكافرين ألا يراجعه في الذين ظلموا. نأتي الآن إلى سؤالنا الأخير، هل لا زالت سفينة نوح موجودة إلى الآن؟ وأين هو جبل الجودي؟ يقال عن جبل الجودي أنه جبل يقع في تركيا، ويعتبر هذا الجبل من أعلى القمم الموجودة هناك. وقد قال الله تعالى عن سفينة نوح أنها ستبقى دليل وآية. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وقد فصل العلماء هذه الآية تفسيرين، أولهما يقول أن السفينة قد بقيت لعدة قرون بعد موت سيدنا نوح حتى رأتها الأجيال من بعده ثم اختفت. والتفسير الثاني يقول أن السفينة لا زالت باقية وموجودة كآية ودليل، ولكنها قد دفنت أو أخفيت عن عمد عن الناس. وفي النهاية نقول إن الله تعالى أعلى وأعلم. نرجو أن يكون ما قدمناه في الفيديو اليوم قد نال إعجابكم. إن أعجبكم المقطع لا تنسوا وضع إشارة الإعجاب دعما لنا والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل ما هو جديد. دمتم في أمان الله.